خلينا لسه هنفضل في الدوحة، بس عايزة أرجع تاني وأقول إنه ما زالت الاحتفالات وتوافد عشرات الآلاف من المواطنين في الأرجنتين في بوينس آيرس على الميدان في العاصمة للاحتفال بفوز الأرجنتين النهاردة بكأس العالم 2022 بعد 36 عام. دي كانت آخر مرة حصلوا فيها على كأس العالم، وطبعا معروف إنه منتخب الأرجنتين واحد من أكبر وأهم المنتخبات كرة القدم في العالم. هرجع تاني للدوحة، معايا الناقد الرياضي محمد الجزار. يا محمد أهلا بيك. أهلا بيك في زمان، سعيد جدا إن أكون موجود مع حضرتك. أنا أسعد. الماتش النهاردة يمكن كل الناس كاتبة، الناس تفهم كمان وبتتابع كل المباريات الخاصة بكأس العالم، بيقولوا إنه ده من أقوى المباريات اللي اتلعبت في كأس العالم من يوم ما اتوجد. شفت كده، هل الكلام ده دقيق النهارده يا محمد؟ هو طبعا كان ماتش قوي، بس ماتش لا يصلح للمصابين بامراض القلب وبالسكر وبالضغط، لان الحقيقه كان يعني اعتقد ان ناس كثيره جدا من الارجنتين اللي جاله زحمه صدريه واللي جات له جلطه، لان الحقيقه كانت مباراه فرسونيه، مباراه بسيناريو مجنون وبسيناريو غريب جدا. لا مباراه ممتعه، اعتقد فعلا افضل مباراه نهائيه في تاريخ كاس العالم بكل المقاييس. لا يوجد واحد من ال 89 او ال 90 الف اللي كانوا في المدرج والمليارات اللي ورا الشاشه كان يقدر يتوقع نتيجه المباراه او يقول مين هيكون بالبطل. مباراه مستوى الفريقين فيها كان متقارب. لا مباراه فعلا ممتعه، ومباراه كواليتي عالي، والحقيقه ميسي ومبابي النهارده كانهم ماسكين دراعات بلاي ستيشن، كل واحد بيلعب بلون فريق. ميسي ماسك الارجنتين ومبابي ماسك فرنسا. ده يجيب جون الثاني يرد عليه، ده يجيب جون يرد الثاني يرد عليه. مباراه كانت غريبه، ومباراه الحقيقه يعني الصراحه خطر لو كانت بتفكر او بتخطط انها عشان تنجح البطوله تعمل مباراه بالمستوى العالي ده، مستحيل كانت هتقدر. النهارده الارجنتين وفرنسا قدموا هديه لقطر بهذا المستوى الفني الرائع عشان ترسم بطوله وتنهي بطولتها زي ما بيقولوا كده مسك الختام. المباراه النهائيه النهارده كانت مسك الختام لبطوله كاس العالم. عندك حق. وبعدين يعني زي ما انت قلت، لغايه اخر لحظه في عمر المباراه في المتعه والاثاره اللي هي الهدف من كره القدم، لان لغايه اخر لحظه انت مش عارف مين هيكسب فين، لانه زي ما انت قلت حد يجيب هدف التاني يتعادل، يطلع في شوط تاني اضافي يتعادلوا، ركلات الترجيح 1-1. فالماتش كان فيه هذا الحماس، لكن انقسام بقى الناس، لانه زي ما كان في ناس بتشجع، يعني على الاقل عندي مثلا في البرنامج في ناس كانت بتشجع الارجنتين وفي ناس كانت بتشجع فرنسا. هل الـ 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 التشجيع القوي ما بين فريقين ده كان ظاهر كمان في الاستاد، ولا كان في مشجعين اكتر من التانيين؟ لا ده النهارده كان في اكتساح، يعني ممكن في البلاتو عندك تلاقي مثلا اثنين ثلاثه بيشجعوا فرنسا و10 بيشجعوا الارجنتين، هنا برضو النسبه كده والتناسب. من ال 86,000 اللي كانوا بيشجعوا او اللي كانوا موجودين في المدرجات 88,000، ممكن نقول كان 86 الارجنتين و2 او 3,000 بس لفرنسا. لا الجمهور الارجنتيني النهارده كان مكتسح بصراحه. لسه معانا الجزار محمد، سامعني؟ نعم سامع حضرتك. كلمني بقى على الاستاد نفسه، يعني المفروض خلاص المباريات خلصت، كان في استاد قبل كده تم تفكيكه وده الاستاد الخاص النهارده اللي اتلعب عليه الفاينل، المفروض بقى مصير الحاجات دي ايه؟ الحقيقه يمكن من ضمن خطه اللجنه العليا للمشاريع والارث، اللجنه اللي مسؤوله عن تنظيم بطوله كاس العالم، حاجه اسمها الارث. الارث يعني ان الاستادات ديت بعد كاس العالم ما تكونش ملاعب مهجوره او ما يتمش الاستفاده منها بالشكل الصحيح. لا هم هنا في خطه في الدوله اسمها خطه او رؤيه قطر 2030 ان يستمروا في تنظيم واستضافه الاحداث والبطولات الرياضيه الكبيره. خلال السنين اللي جايه قطر هتستضيف بطوله كاس العالم او كاس اسيا في 2023، هتستضيف ايضا في العديد من الالعاب المختلفه
زي كرة الطاولة، السباحة، الملاكمة، الجمباز، الفروسية. بيفكروا كمان أو بيسعوا إنهم يستضيفوا دورة الألعاب الأولمبية دي من ضمن الخطط اللي دولة قطر وضعها. فبالتالي بعض الاستادات، يمكن الاستاد 974 ده الاستاد اللي هيتم تفكيكه وهيتم توزيعه على بعض الدول، وإن كان في مطالبات إن الاستاد يفضل يكون موجود عشان يخلد ذكرى بطولة كأس العالم، أو يتم الاستفادة منه ببناء ملاعب ثانية ولكن بحجم أصغر، لأن المساحة الجغرافية أو عدد السكان في قطر قليل، فمش محتاجين الأعداد الكبيرة دي. ففي بعض الملاعب مثلا هيتم تخصيصها زي ملعب المدينة التعليمية، هيتم الاستفادة منه لطلاب مؤسسة قطر أو قطر فاونديشن. استاد زي استاد البيت واستاد لوسيل هيتم تفكيك بعض المقاعد ويتم تصغير ساعة الاستاد. في بعض الاستادات هيتم بناء فيها فنادق ويتم استغلالها من الناحية المجتمعية لأهالي المنطقة وما إلى ذلك. ففي خطة موضوعة للاستفادة من كل الاستادات بشكل صحيح، عشان زي ما قلت لحضرتك إنها لا عالم ما فيش فيها إيفنتات أو فيها أحداث أو بطولات رياضية. محمد خليك معايا، طبعا دي صورة حية برضو من الدوحة، احتفالات المشجعين للأرجنتين، ونفس الشيء برضو في الشوارع في الأرجنتين مازال الناس بيحتفلون بهذا الإنجاز التاريخي. خلينا نروح نشوف واحد من أهم اللقطات، يعني المونديال 2022 كان في عدد كبير جدا جدا من اللقطات الحلوة والمؤثرة والمعبرة. خلينا نعرف أهم اللقطات اللي رصدناها في مسادي أمسي للمونديال وبعدين نرجع نكمل. محمد الجزار ناقد رياضي مازال معنا من الدوحة عبر تطبيق زوم. الصورة اللي بتجيلنا يا محمد من الدوحة انه الناس بتحتفل والناس كلها في الشارع، عرب بقى سواء من مشجعي الارجنتين او حتى من المواطنين الارجنتينيين موجودين في الشارع بيحتفلوا. وصف لي كده من عندك الصورة عاملة ازاي؟ يا استاذة ايمان انا لو ينفع اوري لك الصورة في الملعب. يلا وريني الصورة يا ريت. ينفع هقلب لك الكاميرا. مصطفى وريني. الارجنتينيين مش راضين يطلعوا من الاستاد، المدرج اللي ورا الثالثه شمال اللي على شمال الشاشه ده، هلف لك الكاميرا شويه زي ما هو. الجماهير لحد دلوقتي بصي عدى قد ايه على نهايه المباراه، المدرج زي ما هو، الناس مش راضيه تتحرك، الناس مش راضيه تطلع. لسه قاعدين جوه الاستاد بيحتفلوا. ارضيه الملعب، عائلات اللعيبه واسر اللعيبه وبعض الارجنتينيين نزلوا ارض الملعب، الكل بيحتفل، الكل سعيد النهارده، حتى انا طبعا. الناس كلها. انت كنت بتشجع الارجنتين برضو يا محمد صح؟ طبعا. عايز اقول لك صوره مهمه جدا حصلت في البطوله دي يا استاذ. قولي. الارجنتينيين حسسونا ان هم مثلا من بولاق ابو العلا، حسسونا ان هم من امبابه، حسسونا ان هم من الدوحه، من الرياض. الارجنتينيين احترمونا واحترموا عاداتنا وتقاليدنا، انخرطوا وسط الجمهور العربي، دخلوا المجالس القطريين، اكلوا اكل العربي والاكل الخليجي، كانوا عايزين يتعرفوا علينا بشكل اكبر. كنا بنتكلم معاهم بيقولوا احنا بنسمع عنكم كلام وحش، بس احنا لما جينا هنا وشفنا هنا، لا شفنا صوره مختلفه. فعشان كده الناس كلها هنا متعاطفه معاهم، بغض النظر بقى يا ايمان، ناس كتيره بتحب ميسي وناس كتيره من عشاق ميسي، لا
الارجنتين عرفت انها تكسب كل الشعوب العربيه بلا استثناء. الارجنتينيين قدروا بشكل بارع جدا انهم يحسسونا انهم قريبين منا، ثقافتهم قريبه من ثقافتنا. زي ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام، محدش جه قال لا احنا نلبس اللي على مزاجنا وناكل اللي على مزاجنا، قالوا لا احنا هنلبس اللي على مزاجكم وهناكل كمان اللي على مزاجكم. واحنا عايزين، احنا جايين عشان الارجنتين تفوز بالبطوله بس، ملناش علاقه باي حاجه ثانيه، مش هندخل اي حاجه ثانيه في كره القدم. فالناس كلها فرحانه، ويمكن صوت الهتافات بداوا يختفوا. لعيبه الارجنتين محيلي مره ثانيه، اقلب الشاشه ويا رب تكونوا سامعين الصوت. مشهد تاريخي والله يا ايمان. الجمهور الارجنتيني جمهور ممتع في كل لحظات المباراه، بيهتف للعيبه في كل لحظات المباراه بعد ما دخل مرماه هدفين، وبدا يتسرب الياس للبعض ان خلاص الارجنتين هتخسر المباراه. هذا الجمهور لم يستسلم اطلاقا، ظل داعما للاعبته، ظل مساندا لفريقه. فالحقيقه يوم تاريخي بالنسبه للكره الارجنتينيه، الفرحه كبيره، وانا واثق جدا ان بره الملعب هيكون اضعاف مضاعفه، في المترو، في مشيرب، في سوق واقف، في الاوتيل. القطر مش هتنام النهارده وبكره. احنا شايفين الصوره، الناس كلها في الشارع، مش بس كده، انت من الصوره اللي انت وريتها لنا يا محمد انه ده لسه تقريبا نص الجمهور موجود في جوه الاستاد هو واللعيبه، فده معناه انه بعد شويه بقى هيبقى في احتفالات حتى الصباح لما الناس دي تطلع بره في الشارع. نعم زمان بالفعل، ده يمكن الشاشه بس عشان انا قاعد اعلى الاستاد من فوق. الصوره اظهرت الجماهير اللي هم تحت خلف المدرج على طول، فوق كمان في الدور الثاني ورا المرمى بالكامل. الجمهور الارجنتيني زي ما هو لسه موجود دلوقتي. المشهد اكثر روعه. وريني يرفع الكاس. لا وريني طيب يا محمد، وريني اقلب لنا التليفون. لا ده انا هقف كمان وانزل تحت واوريكم. يلا انا معاك. جمهور بي ام سي والجمهور المصري. يا رب بس السيجنال تبقى كويسه. انا معاك يا محمد، حتى لو سيجنال راحت محمد هيرجع تاني معانا، لانه بيقول ان في لقطه دلوقتي حابب ينقلها. انا سامعاك يا محمد. ده زي ما قال لنا زميلنا محمد الجزار الناقد الرياضي اللي معانا من الدوحه، اللي نقل لنا الصوره دي وقال انه حتى هذه اللحظه ما زال اللاعبين والجمهور الارجنتيني متواجد داخل الاستاد في احتفالات المفروض هتبقى حتى الصباح. نفس الشيء في شوارع الدوحه، نفس الموضوع في بوينس ايرس. محمد كان نازل يورينا الصوره، يعني هو معانا عبر زوم، كان نازل يقلب التليفون ويورينا الصوره شكلها ايه من داخل الاستاد، لكن واضح انه يعني في مشكله في الاتصال. هو نازل في الملعب بس واضح ان في مشكله في السيجنال، وهيرجع لنا بعد قليل علشان يورينا صوره حيه من اللي بيحصل دلوقتي داخل الملعب. لا خلينا نروح يا مصطفى للصوره حيه من قطر، مش ده الدوحه ده مباشر صح؟ طب يلا. طيب رجع لنا تاني يا محمد، انا كده سامعاك، انت سامعني؟ محمد؟ نعم يا زمان سامعك. انا سامعاك كويس قوي، اتفضل. عالي جدا. الحقيقه انا دلوقتي قدامي مشهد لا يمكن ان يعجز اللسان عن وصف هذا المشهد. لاعيبه المنتخب الارجنتيني داخل ارض الملعب وجماهير الارجنتين بتهتف ليهم. مشهد الحياه جميل جميل ورائع جدا.
ما اعرفش ان كنتوا شايفين الصوره بجوده كويسه ولا لا. يعني شايفين الصوره مش بوضوح كامل، بس واضح ان في حفله، واضح ان في حاجه حلوه بتحصل يعني. الحفله وصوت المشجعين الجمهور طبعا، يعني جمهور الارجنتين انا في وجهه نظري المتواضعه ده افضل جمهور في البطوله. لو في جايزه لجايزه افضل جمهور تذهب فورا للجمهور الارجنتيني. مش الجمهور الياباني يا محمد، يعني لما كانوا بيتكلموا على الجماهير كانوا بيتكلموا على انه الافضل ما بين الجماهير كلها في هذه البطوله كان الجمهور الياباني. يمكن الجمهور الياباني عشان ما طولش في البطوله كان بيعمل لقطات حلوه بانه بيقوم بتنظيف المدرجات، لكن دول بهتافاتهم بدعمهم مكملين مع فريقهم لحد المباراه النهائيه. ودي مسيره بقى داخل الملعب لميسي. ميسي زي ما لحد دلوقتي مش عارف يطلع من ارض الملعب. اكيد على الشاشه قدامكم اللي بيحيطوا دلوقتي الامن والمصورين بيحيطوا بميسي بيحتفل اهو بيرفع الكاس في ارض الملعب في وسط الملعب مع اللعيبه اللي قدامكم دلوقتي على هو الشاشه. بس انا الصوره عندي عشان تبقى عارف يا محمد، الصوره عندي ثابته يعني شويه راحت، فالصوره ثابته ما فيش التفاصيل اللي انت بتحكيها. حاول احرك اهو، معلش طبعا نقلل طبعا معروف يعني على قد الزوم من الموبايل ده. لو صاروا مارتينيز بيشيل الكاس، اداله ميسي الكاس وميسي موجود، ودلوقتي هيدخلوا على غرفه خلع الملابس، ولا زالت الاحتفالات موجوده هنا في استاد ميسيل. يوم الحقيقه يوم تاريخي، سعداء للغايه، الناس كتير سعداء بفوز الارجنتين، واحنا كمان سعداء بفوز الارجنتين وسعداء بنجاح البطوله وخروجها بافضل صوره. بشكرك شكرا جزيلا محمد الجزار الناقد الرياضي، كان معنا عبر زوم من الدوحه ولدينا يعني تفاصيل اللي بيحصل هناك بالصوت وبالصوره كمان الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا.